الزوج زي الطفل، بيبقى لو شاف من الزوجة ودي حقيقة، وابن زوجك يا بنتي وحبيبك، ويعني في بينكم عشرة، في بعض الزعلات والتكات ومش واخد باله، يعني في امور هنعالجها ونقولها دلوقتي حاجات تحفة للمرأة. لكن أنا عايزة أقول لك على حاجة أجمل، الطفل دوت لما يشوف منك، وهو على فكرة بيبص لأبوه شيء داخل، العين إيه أخبارها؟ الجو إيه؟ نكت جاي وبوز ممدود ولا مفرودة وبتضحك؟ بيبقى مستني التقدير منه، مستني يشوف اللي عارفين كده ضحكه عينك، مش ضحكه وشك، ضحكه عينك. ولما يجي كتر خير، ايه ده افتكرتنا، والله الله يبارك لك، وجبت كذا وعملت ده، وقفت في الطابور ده، انت اتفضل. طب لو جايه تروح عليك ايه؟ ايه ده، هو انا ما بجيبش؟ وانت يا عمتي ما تتسلتش عليا لما جيت تزعلي. لا ليه؟ ما انا ببلغ اهو، انا مش بتريق. على فكره اللي زي ما انت عندك قرون استشعار بتعرفي هو بيقول ايه وبيصدق ولا بتاع، هو كمان نفس الكلام، انا مش عايزين نتصنع، انا عايزاك بطبيعتك ويبقى شايف. الله يفتح، يحس بفرحة قلبي، هو بيبقى منتظر كده. احنا بنقول لو الزوجه ما اتمدحتش وما اتقدرتش وما اتشكرتش ضاعت بجد حقيقي، يعني ضاعت. وفي الزمن اللي احنا فيه يعني لولا يعني اقول مثلا حب الله عز وجل ودينه وعفه، كان زمانها راحت في اتجاه تاني خالص. ليه؟ لاني مش في ذئاب ليلي، ده في ذئاب ليلي ونهار وفي روضه وفي ناس داخله. الله، ايه التعليق التحفه ده؟ والله ده انا كنت دايما العلم كلمتك اللي كتبتيها دي، دي اللي كانت يعني انا كنت مستنيه، اصلحت بيا يومي كله وصليت كل الصلوات. انا مش هنقول انهم هيقولوا كلام ولكن بيخشوا من المدام، فلولا الله سبحانه وتعالى زوجه صالحه تخشى الله عز وجل كان في طرق مع زوج لا يقدر. لكن زي ما هو زي ما انت محتاجه الامر ده، هو كمان محتاجه، ومحتاجه لما ياتي الراجل. يعني كنت سالت مره مجموعه، مش صراحه كنت ناوي اعمل كده، هي كانت شريحه على 300 زوج طبعا، يعني النسبه في اي بحث بتاع 300 مش عدد، يعني تطلعي 3000 وهكذا. لكن ما في حد من ال 300 الا قال ليه تزوجت على زوجتك؟ ليه كتبت عرفي وليه كتبت زواج شرعي وليه تزوجت؟ قال لي مش انا اقدر اعمل هنا واعمل هنا واعمل هنا، ويا زوجتي جدعه وتشيل ورايا. اسمعوا كلام، جدعه وتشيل ورايا، ونفس الوقت الثانيه انها محتاجه وملهاش غير. وسبب كلمه انا بتكلم ليه؟ علشان مردود النفس للزوجه الاولى خلاها تقبل. احنا ضد الكلام، يعني لا تسعى مسلمه في طلاق اختها، لان الموضوع ده حديث، خلاص تزوج خلاص، سامي الموضوع الاولاني خالص، اتكلم على ايه؟ التانية محتاجاكي. حسسيك كده يا قطة، نوبك ثواب يا اختي عشان خاطري، ما تحسيك انت اللي هنا وانت اللي هناك وانا ماليش غيرك، وكتر خيرك وتسلم. تقولي ما الحاجة بايظة، مش مهم، المهم ان هو اجتهد. دي نقطة مهمة جدا. في حاجة تانية في موضوع المشاكل، خلينا ناخد نهج نبوي كده في حل المشاكل. النهج النبوي أول حاجة الحوار، لازم يبقى فيه حوار. طيب هو احنا بنعمل حوار يومي او جلسه للعيله او جلسه ليكي او الجلسه الملكيه هنتكلم عليها بعد ما نطلع الرجاله ونتكلم، لكن هل في الكلام ده ثابت في روتينك؟ محدش يجاوب عشان انا عارفه. تقول لك لا عادي، محدش يجاوب، انا عارفه القصه وعارفه الاجابه. يعني لو هنلاقي 1000 هنلاقي منهم 2 3 هم اللي بيعملوا كده. لازم لك، ودي اول حاجه، اول خطوه عمليه، لازم لك كل يوم 10 دقايق بس. هو اصلا المخ بيفصل بعد 10 دقايق، عايز اقول فاي كلام بعد 10 دقايق ما كده. عشان كده احنا بنعمل ايه في المحاضرات التفاعليه؟ تفاعل بدل ما تسقطوا مني. 10 دقايق اكلمك اقول لك اعيشك يوم، اسمها معايشه اليوم لزوجك، 3 دقايق بعيد ده و3 دقايق بعيد ده و3 دقايق شكرا. لكن ما بقاش عارف ابني، هو ابنك في سنه كام؟ ما انتش عارف ابنك في سنه كام؟ لما تبقي عامله قطتين ولا تنحولي اي حاجه ولا الكحكه اللي ما بتتفكش ولا اي منظر، ما هوش شايف، ما هوش عايش، ما هوش عايش. انا عايزه بس كل يوم 10 دقائق. ممكن يكون تقولي ما فيش مواضيع، اقول لك تمام، اتغزل فين؟ قول اي حاجه، نتكلم في اي حاجه، ركزي معايا. نقرا الملك سوا. ها؟ نقرا الملك سوا. او الله، اجتماع على طاعه، ده شيء اساسي للعيله. شيء اساسي، يصلي بينا سنه الفجر وينزل المسجد بالاولاد، يا يصلي بينا الركعتين قبل ما قبل النوم، هي ركعتين القيام ده. ولا بصي لا هتلاقي شياطين انس ولا شياطين جن، هي دي الفكره.
لكن في الاول وفي الاخر معايشه. معايشه لازم زوجك يبقى عارف يومك فيه ايه. انا فين هو فين من يومي، وهو فين من اللي انا مريت بيه. يبقى 10 دقايق رقم 2 على رسلكم. ما هو لو في حوار والمعايشه هيبقى فيه على رسلكم. ايه على رسلكم؟ كلنا عارفين القصه. النبي عليه الصلاه والسلام يطوف على زوجاته، فكان يوم السيده صفيه فتاخر، لان كان الصحابه يستنوه عند بيت السيده مين؟ السيده عائشه. جيبوا الهدايا بقى وبتاع، وقعدوا يشتكوا من القصه دي. فغارت راحت له استأذن، خلاص خلص الصحابه وخلص اللفه وخدها وهو ماشي مجلببه باسود وماشيه معاه من بعد صلاه العشاء. الصحابه معديين قال لهم على رسلكم هذه صفيه زوجي. توضيح. قال لا احنا صلاه، يعني اكيد حد من العيله هنشك فيك يعني انت النبي. الشيطان بيجري من بني ادم مجرى الايه؟ فوضح النبي عليه الصلاه والسلام في موقف وهو زعل منه. بص والله بص انا اجتهدت اخطات. الله عز وجل بيدي للمجتهد المخطئ اجر، فانا اجتهدت واخطات مش عيب. نقطه كلمه اجتهدت واخطات دي فيها جزئيه مهمه جدا. ايه هي الله مين اللي قالت؟ ماما اللي قالت. تعالي خدي الماما، ده الادب والماما دي بنتك اهو، دي الماما ودي البنت ان شاء الله. يلا لماما الصغير عشان الاعتراف. الاعتراف لكن لا، ازاي كابر عن كابر؟ ازاي يحصل كده؟ ده انا الصح وانا كذا وبتاع، وهو ايه يعني؟ ولا يمكن يا ستي. ليه ده حتى الحديث ليه في ايدي اخوانكم؟ ليه خلينا نخلص ونطلع من القصه دي؟ انا اخطات ما فعلا ما كانش صح كده، لا كان المفروض ارجع لك في حاجه زي كده. لا ما كانت، بس انا قلت اتصرف وانت عارف ان انا حاميه بس مش هبرر قوي، لان التبرير هيوقعك في دايره ايه؟ انت اللي غلطانه وانت اللي عامله. لا جزئيه كده ونخلص. يبقى اول حاجه على رسلك توضيح. انا بوضح الامر ده انا عملته بنيه، او الامر دوت انا كان اجتهادي فيه بالشكل الفلاني. بس الله النقطه الثانيه نقطه ايه؟ مين يقول لي بعد ما اوضح؟ نتفق على وجهه نظر هو بقى، نتفق على بعض. الرضا بالمقال، الرضا باللي انا قلته، مقتنع باللي هو قاله، مقتنع ارضى باللي هو قاله، خلاص وعد بالمشكله يعني ما اعرفش عن المشكله. او نسمع وجهه نظر، ما نقعد او اسمع وجهه نظر. احنا نذكره بالمشكله تاني يعني بعد خلاص عدي المشكله يعني خلاص عدت بقى. اطلع من دايرة مين الغلطان؟ اوعي تقعد بصي خسرانه 1000%. اطلعي من دايرة مين اللي غلطان؟ حصل بقى خلاص انتهينا، وانا قلت انك اجتهدت وحصل، اطلعي بقى بره تبرير ومين اللي غلطان. تأجيل النقاش في ساعتها يا دكتور مش هي اللي لازم ان انا احلها في ساعتها، لا اجلها لحد ما يبقى في وقت. استني في نقاط بتحتاج ان احنا نتغافل، وفي نقاط لازم تتوه اللحظه. ليه؟ لان هتحصل نفس الغلطه يومين، فاحنا لازم نتفق. يبقى اول حاجه على رسلكم، تاني حاجه اطلع بره دايره التبرير ومين غلطان، رقم 3 نتيجة بقى من المشكلة اللي احنا لا أرجوكوا غمضة حتى ترضى. ما ينفعش نبات زعلانين، ناقوس خطر. عارفة كده نقار الخشب اللي عمال بيهد في بنيان البيت بس من تحت مش باين. اللي لا أرجوكوا غمضة، ما تعديش ليلة ولا احنا كده. بص انت هديك فرصة، لأن احنا بشر، وهو لو انت زعلان انا هديك فرصة لزعل المشاعر براحتك. فقدامكنا بعد صلاة العشاء ونتصالح. مش شرط الأمر ينتهي بالعلاقة الخاصة، عشان هو الراجل عنده فكرة في الدنيا دي، والمرأة عندها حسس في الجزئية دي. المرأة تحتاج مشاعر. يعني مش ساعة هو بيقول بحبك وأنا آسف بالعلاقة، يعني اجتمعوا على حاجة في النص. المهم لا أرزوك غمضا حتى نبقى مرضيين. والله ما تتحلي عين بنوم إلا إذا إيه؟ إذا أنت راضي. طيب ما رضاش بعد العشاء ومقموص. تمام اوكي خلاص القاب فجرا بقى، وده اخر وقت. ما مرضاش ما زعلش، ما انا رحت له وما رضاش وردني وقفل السكه وقفل الباب وقال لي يلا انا وراح في اوضه الاولاد. ولا يلزمنا الكلام ده. ليه؟ ايه اصلاح الموضوع ما فيهاش
كرامه بالشكل المميت ده. زوجك يا بنتي اوعي تسمعي كلام المهسيسين الايام دي، اوعي والفيمينيست ووريله ووريله واعرف ايه. اه ماله، ما يعرف قيمتك بالذوق والادب والاحترام والتقدير، جميل انه يعرف كده. لكن ان احنا اتمدى فيها وهو كده وخلاص جيت لك مره وانتهينا، لا، ده زوجك. ولو انت مش موجوده في 200,000 ومليون بره اللي بتعمل سندوتش ده، انت انا عارفه ان انت والصاحبه لا ده مش عايزه اقول لك السندوتشات والمحاشي بتعمل ايه بالقصه دي. ولا ومالك؟ طب لا الزرار، طب الدبوس، طب الدنيا. انا شفت منظر مره والله ولا انساه، في مكان حكومي في 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 في, في بلدنا، يعني ربنا يردنا سليمين غير القضايا، ولا مقصرين ولا فاتنين ولا مفتونين، على عزه ونصر قولوا امين. فشفت منظر رهيب كده، يعني الراجل قاعد الموظف لا بيه ولا عليه، وبعدين قاموا قالوا اللي مش عارفه في اصلاحات هنا، فجي الناس بيصلحوا فطلعوا من المكاتب والموظفين واقفين كده، الست سايبه الكريدور كله، سايبه الشرقه دي كلها وجايه تمشي هنا وتدوس وتحتك بالبتاع وتدوس على رجليه وهي ماشيه. هسكت مش عايزه اقول لكم عملت بيشوفوا بلاوي، بيتعرضوا لبلاوي، وما بالك بقى الصيف طالع والحزين بتاع الدنيا هيصه. فايا كان او في العمل او اللي تقول لكم ماله، فاتكلم بنت تموت مره في جامعه عليا تقول لي فلانه الفلان بنتعرف في مكان، قالت لي انا فلانه الفلانيه زوجة فلان، قلت لها فلان كذا، قلت لها لا انا عارفه زوجة فلان، انت مش هي، قالت لي لا هتتكلم. وبنت وهو تقول لك محترم وخلوق ودين، واجيب منين راجل محترم وكذا، اجيب الشباب اللي لسه مش عارف يبهدلني، لا وكذا وكذا وكذا. فبقى في الدنيا هيصة، ودي من علامات الساعة، فجت تجد الخمسين امرأة يعني هيصة. بقول لك كانت الإحصائية كل واحد له أربعة، لا ده يعني سنتين ثلاثة كل واحد قدامه 11 من الامرأة، فيعني ايه عنده تبادلات. ما بقولش كده علشان كده، لا مش عشان كده، عشان هو زوجك يا بنتي. وارجع للكلمه دي وما تنسوهاش مني لو هطلع من المحاضره دي، وانتوا فاكرين الجمله دي، زوجك يا بنتي حبيبك ابو اولادك في بينكوا عشره، ممكن يكون يعني مقصر شويه هنعدلوه، مش هنسيب القصه كده.